رجعنا سريعا لسه مكملين معاكم فقرتنا في كلام في الميديا، وبينضمنا دلوقتي في الاستوديو استاذ محمد الدردير الناقد الرياضي في وكاله انباء الشرق الاوسط. مساء الخير عليك. مساء النور، اهلا وسهلا، منورنا النهارده. ربنا يخليك. طبعا النهارده عندنا كلام على حاجات كتير في الكوره طبعا، بس في البدايه كده خليني اقول لك كل سنه وانت طيب طبعا بمناسبه 6 اكتوبر. اكيد طبعا، كل سنه ومصر كلها بخير، وذكرى عزيزه علينا كلنا. كل سنه ومصر كلها بخير. أهم بقى الأحداث الكروية اللي حصلت النهاردة، قرعة البطولة العربية، شفت القرعة دي إزاي؟ يمكن النهاردة القرعة شايف هي متوازنة لحد كبير للنادي الأهلي. هيلعب فريق الوصل الإماراتي مباراة مش هتكون سهلة للنادي الأهلي. فريق الوصل الفرق اللي برضو كويسة والفرق الكبيرة، يمكن هو الفريق الإماراتي الوحيد اللي موجود في البطولة لحد دلوقتي. واحنا شفنا برضو في الدور اللي فات ان فريق الوصل الاماراتي قدر يخرج فريق اتحاد جده السعودي. حقيقي. وده دليل ان الفريق مش من الفرق السهله. صحيح. واكيد المباراه هتبقى قويه بين الفرقتين. صحيح. طيب كمان القرعه سريعا كده اسفرت عن وقوع نادي المريخ السوداني مع نادي اتحاد العاصمه الجزائري، نادي النصر السعودي مع مولوديه الجزائر، نادي الاهلي المصري مع نادي الوصل الاماراتي، نادي الوداد البيضاوي المغربي مع النجم الساحلي التونسي، نادي الهلال السعودي مع نادي النفط العراقي، نادي الاسماعيلي المصري مع نادي رجاء البيضاوي، نادي الاتحاد السكندري مع نادي الزمالك المصري، نادي وفاق سطيف الجزائري مع النادي الاهلي السعودي. طبعا انت كنت بتقولي دلوقتي ان لقاء النادي الاهلي مع الوصل الاماراتي مش هيكون لقاء سهل، لان في الموسم الماضي فاز نادي الوصل على اتحاد جده السعودي. طبعا نادي اتحاد جده نادي كبير جدا. اكيد في الدور اللي فات كان المباراه الاول في السعوديه انتهت بتعادل 1-1، ويمكن في مباراه العوده كان التعادل السلبي، والهدف اللي قدر يجيبه نادي الوصل الاماراتي في اتحاد جده هو اللي اهله للدور اللي بعده. يمكن النادي الاهلي مش غريب عليه اللعب في الامارات، اتعود في الفتره الاخيره انه لعب مباريات كتير في الامارات، خاصه مباريات السوبر ومباريات اكثر من مباراه وديه. مباراه الذهاب هتكون في القاهره، هي لسه ما تحددش ميعادها امتى بالظبط، بس هتكون مباراه الذهاب في القاهره والعوده هتكون هناك في الامارات. اعتقد ان جمهور النادي الاهلي الكبير في الامارات هيكون ليه عامل كبير ودور كبير في مؤازره النادي الاهلي هناك، وهيدي دفعه معنويه كبيره لعيبه النادي الاهلي انها تقدم مباراه قويه سواء هنا او هناك ان شاء الله. صحيح. طيب خليني اسالك عن الانديه المصريه ومواجهتها في دوري ابطال العرب او الانديه العربيه، النادي الاهلي ولا نادي الاسماعيلي ولا الاتحاد السكندري مع نادي الزمالك، اي مواجهه هي هتكون الاصعب؟ يمكن يعني احنا للاسف النادي الزمالك والنادي الاتحاد السكندري هيلعبوا فريقين مصريين مع بعض، اكيد واحد منهم هيقصي الثاني، وما كناش نتمنى ان الفرق المصريه تلعب بعض. لكن اعتقد ان المباراه الاصعب هتكون مباراه الاسماعيلي والرجاء المغربي، فرقه كبيره نادي الرجاء، شعبيته كبيره جدا في المغرب الى جانب قوه الفريق، بيأدي مباريات قويه الموسم ده حتى في بطوله دوري الابطال. اعتقد ان مباراه الاسماعيلي هتبقى اصعب مباراه للفرق المصريه في البطوله العربيه. صحيح. طيب عايز اسالك برضو عن تقييمك بشكل عام للبطوله العربيه لحد دلوقتي. يمكن البطوله العربيه السنه دي فيها اهتمام كبير، خاصه بعد زياده قيمه الجوائز بتاعتها، ادى خلق فيها نوع من المنافسه، وخلى فرق كبيره وفرق كتير عايزه تشارك وتاخد اللقب، خاصه مع زي ما قلت ان العائد المادي والجوائز بتاعتها ارتفع بشكل كبير الموسم ده. صحيح. الى جانب طبعا ان كل ما بنقرب من الادوار الفرق العربيه الاقوى هي اللي بتظهر في البطوله. احنا شايفين يمكن النهارده دور ال 16 فرق كتير قويه، في مواجهات قويه جدا في البطوله، في منافسه كبيره. اعتقد ان السنه دي هيبقى في منافسه اكبر، وهيبقى شكل البطوله اقوى من المواسم اللي اتلعبت قبل كده. شفنا تصريحات كابتن محمد يوسف مدير الكوره في النادي الاهلي، وهو بيتكلم عن اللقاء القادم للنادي الاهلي في البطوله العربيه او عن القرعه اللي اوقعت النادي الاهلي مع الوصل الاماراتي. قال ان الوصل فريق عنيد وكبير، لكن احنا بنسعى لتحقيق الفوز. اكيد طبعا النادي الاهلي اي بطوله بيشارك فيها هدفه الاول اللي هو مش المشاركه الشرفيه، بالعكس النادي الاهلي اي بطوله بتحقيق اللقب. زي ما قلت لحضرتك يمكن مباراة الوصل مش هتكون مباراة سهلة على النادي الأهلي، ولكن النادي الأهلي بالنجوم الموجودين فيه قادر إنه يحقق الفوز سواء في مباراة الذهاب أو العودة والتأهل للدور الثاني من البطولة. صحيح. طب لو اتكلمنا عن مشوار النادي الأهلي في البطولة العربية في الموسم الحالي، هنلاقي النادي الأهلي مجموع اللقائين المباراتين مع النجمة اللبنانية 4-0، شفت أداء النادي الأهلي إزاي في البطولة دي؟
اكيد النادي الاهلي شايفينه السنه دي عمل مباراه، يمكن في مباراه الذهاب ما كانش بالمستوى القوي لظروف كتيره، كان غيابات عدد كبير من اللاعبين، اصابات، اجهاد من كتر المباريات اللي شارك فيها والبطولات، لكن في مباراه العوده كانوا على قد المسؤوليه وقدموا مباراه قويه جدا وقدروا ان هم يجيبوا الفوز من لبنان باربع اهداف، فوز كبير، وممكن كان عدد الاهداف يمكن يتضاعف في المباراه دي. اعتقد ان النادي الاهلي قادر انه يروح بعيد في البطوله دي وينافس بقوه على اللقب بتاعه. طيب لو سالتك عن توقعاتك الشخصيه، مين هيقدر ان هو يحسم لقب البطوله دي في النسخه الحاليه؟ يمكن صعب على المستوى الشخصي ان انا اقول لحد النادي بعينه، انا زي ما قلت ان البطوله السنه دي قويه جدا، كل الفرق اللي داخله البطوله بهدف ان هي تحرز اللقب. صعب جدا ان احنا احدد فريق معين يقدر ياخد البطوله، وان كان النادي الاهلي طبعا من لازم يكون من المرشحين الاوائل لحصد اللقب ده. في غيابات كتير جدا طبعا في صفوف النادي الاهلي، شايف الغيابات دي ممكن تاثر عليه قد ايه، سواء بقى طبعا في البطوله العربيه او الافريقيه او كمان في لقاءاتنا في الدوري المصري الممتاز، خصوصا طبعا ان بكره في لقاء قصاد الاتحاد السكندري في الدوري المصري الممتاز. يمكن النادي الاهلي قدر ان هو بيشارك في بطولات كتيره في الموسم الواحد، اربع بطولات، واكيد طبعا ده بيأثر بشكل كبير بدنيا على اللاعبين، الى جانب الاصابات غير العضليه، الاصابات في الملاعب في الخشونه او في اثناء المباريات نفسها. ولكن النادي الاهلي عودنا ان الاهلي بمن حضر، اي لاعب بيشارك في المباراه بيظهر بشكل كويس يقدر يعوض الغيابات، وان كانت هناك بعض الغيابات المؤثره، ولكن قائمه النادي الاهلي في عدد كبير من اللاعبين يقدر يعوض الغيابات دي بشكل، سواء في اي مركز هنلاقي ليه اكثر من بديل في النادي الاهلي. صحيح، هو ده اللي بيعمله كارتيرون، دايما بيلاقي بدايل وبيلاقي حلول طبعا للغيابات والاصابات اللي موجوده. اكيد، يمكن زي ما قلت لحضرتك قائمه النادي الاهلي غنيه باللاعبين اللي على مستوى عالي، يمكن اي لاعب بديل بيكون على نفس مستوى اللاعب الاساسي في الفريق، وده بيسهل مهمه النادي الاهلي، وان كان الغيابات بتبقى بعض الاحيان مؤثره، ولكن النادي الاهلي في النهايه قادر انه يحقق البطولات ويحقق الانتصارات في المباريات وفي كل البطولات اللي بيشارك فيها. لو اتكلمنا عن لقاء بكره، لقاء النادي الاهلي مع الاتحاد السكندري في الدوري المصري الممتاز، الاتحاد السكندري غير المدرب بتاعه بقى دلوقتي كابتن حلمي طولان هو المدير الفني للاتحاد السكندري، شايف خطوره الاتحاد السكندري بكره هتكون عامله ازاي قصاد النادي الاهلي، طبعا مع ان احنا حاطين في الحسبان الغيابات الكثيره اللي موجوده؟ يمكن نادي الاتحاد السكندري قدر بعد تولي كابتن حلمي صنع المسؤوليه انه يحقق الفوز في اخر مباراه لعبها، ده هيدي دفعه معنويه كبيره لعيبه نادي الاتحاد السكندري ان هم يواصلوا على الاقل مسيره الانتصارات دي وتحقيق نتيجه ايجابيه قدام النادي الاهلي بكره. يمكن النادي الاهلي بيواجه صعوبه في بعض الغيابات، ولكن اللعيبه اللي موجوده تقدر ان هي تعوض زملائها الغائبين. النادي الاهلي اعتقد انه يقدم مباراه قويه بكره، خاصه ان في الفتره الاخيره لعب في البطوله العربيه وقبلها لعب في البطوله الافريقيه، اعتقد ان عودته مره اخرى للدوري كان ليه اكثر من مباراه مؤجله. هيسعى للفوز، والكابتن محمد يوسف قال كده النهارده انه بيسعى للفوز في كل المباريات اللي جايه وخاصه المباريات المؤجله عشان يعتلي قمه الدوري اكيد زي كل سنه ويقدر يستعيد مكانه على القمه. يعني النادي الاهلي وافق ان يدير اللقاء بكره طاقم تحكيم مصري، ورفض ان يسند المباراه دي لتحكيم من شمال افريقيا، شفت الكلام ده ازاي؟ هو الحقيقه كان النادي الاهلي في البدايه طلب حكام اوروبيين لاداره مبارياته، ولكن في حاله عدم وجود او صعوبه توفير طاقم تحكيم اوروبي، انا شايف ان التحكيم العربي بخير والتحكيم المصري بخير، طالما هتجيب حكم من شمال افريقيا لا، يبقى لو حكم مصري دولي اولى ان يحكم مبارياتنا، مش محتاجين ان احنا نجيب حكام من شمال افريقيا، لان هو تقريبا نفس المستوى الحكام. بس فين الحل يعني بعد المشاكل اللي شفناها في لقاء النادي الاهلي مع الانتاج الحربي في الجوله الخامسه من الدوري المصري الممتاز؟ يعني كان في كوارث تحكيميه، فكان طبيعي ان النادي الاهلي يطالب حكام اوروبيين هم اللي يديروا لقاءاته القادمه، فما لقاش غير من شمال افريقيا، فقال لا انا مش عايز حكام من شمال افريقيا، يعني زيهم زي المصريين بالظبط مش هيفرق، وبعد كده الاوروبيين دول احنا هنبقى اكيد محتاجينهم في باقي مباريات الدوري. اكيد هنحتاج بعض الحكام، النادي الاهلي هيحتاج بعض الحكام الاوروبيين خاصه في المباريات المهمه، مباريات القمه في الدوري. يمكن زي ما قلت لحضرتك النادي الاهلي كان طلب حكام اوروبيين من قبل، واتحاد الكوره كان رد عليه انه هيوفر ده، يمكن ضيق الوقت هو اللي اثر بشكل كبير ان النادي الاهلي ما عرفش يجيب حكام من اوروبا. صحيح.
في النهاية التحكيم المصري أعتقد خاصة بعد الأخطاء الكثيرة اللي شفناها الفترة الأخيرة كان في دورات مكثفة للحكام لإعادة تأهيل الحكام ومناقشة الأخطاء دي. أعتقد أن لجنة الحكام بصدد أن هي تطوير التحكيم في الفترة اللي جاية عشان ما تكررش أخطاء دي تاني، وممكن صحيح. نديهم فرصة الماتش الجاي ماتش الاتحاد اللي هيبان اللي كان فيه فعلا تطوير حصل أو لا. بعد الكوارث التحكيميه برضه بتاعت مباراه الانتاج الحربي ونادي الاهلي في الجوله الخامسه، نادي الاهلي اصدر بيان وطلب فيه من اتحاد الكوره ان هم يستخدموا تقنيه الفار او تقنيه الفيديو او حكم الفيديو. بعديها بفتره لقينا اتحاد الكوره رد وقال ان فعلا هيكون في استخدام لتقنيه الفيديو بدايه ان شاء الله من الدور الثاني، وبعد كده قالوا من بداية من الموسم القادم. شايف تقنية الفيديو دي هتحل أو هتساهم في حل مشاكل التحكيم قد إيه في الدوري المصري؟ أكيد هتساهم بشكل كبير بحل مشكلة التحكيم. يمكن هي تقنية الفيديو عايزة إمكانيات كبيرة سواء في الاستوديوهات لمتابعة المباريات أو التأهيل وتدريب الحكام عليها. يمكن ده اللي هياخد وقت شوية. هم كانوا مفكرين الموضوع سهل في الأول إن أنت مجرد إن أنت كاميرا وهتراقب المباريات، لا الموضوع صعب. يمكن أنا كنت في المونديال وشفت بشكل عملي التقنية بتتم إزاي، ومكلفة جدا عايزة استوديوهات مخصوص وكاميرات. لما اتكلمنا كمان في الموضوع ده وكمان لما شفنا ردود كابتن عصام عبد الفتاح قال إن لو هنطبق تقنية الفيديو أو تقنية الفار فطبيعي إن احنا هنطبقها على كل المباريات في الدوري المصري الممتاز، مش على مباراة أو لفرق معينة دون الأخرى. فقال إن في الحالة دي هنبقى محتاجين إن احنا نلعب 3 مباريات بس في اليوم الواحد. أكيد زي ما قلت لحضرتك هي عايزة إمكانيات كبيرة، عايزة عربة استوديو مجهزة، عدد معين من طاقم التحكيم. ده طبعا كان بعد كلامه أنه هيكون فيه 3 وحدات أو 3 عربيات متنقلة. بالضبط. فيمكن بشكل جدول الدوري بالشكل الحالي هيبقى صعب جدا الموسم ده أن احنا نطبق التقنية دي في كل المباريات. محتاج ترتيبات كتيرة جدا طبعا كمان عشان جدول المواعيد أو توقيتات المباريات طبعا مش هينفع أكتر من 3 مباريات في اليوم الواحد، فده أكيد هيكون صعب. وما ينفعش ان انا يعني اطبق التقنيه دي في مباريات ومباريات، لا لازم تطبق على كل المباريات. يمكن ده اللي اداهم فرصه ان الموسم الجاي يكون الحكام اتاهلوا وتدربوا على التقنيه دي بشكل كويس، وان يكون في شكل معين لجدول الدوري بعد تغييرات في الأجندة الدولية وفي شكل بطولات الكاف وتغييرات في توقيتها. يمكن على الموسم الجاي لما تثبت شكل البطولة والتوقيتات بتاعت البطولات القارية والبطولات المحلية هيبقى في تطبيق التقنية دي. شفت ازاي الاتفاقية ما بين الحكام المصريين او التحكيم المصري والتونسي؟ اكيد طبعا شايف الاتفاقية دي مهمة للتحكيم المصري والتونسي من ناحية ان في خاصة في المباريات الجماهيرية اللي بتشهد بعض الحساسية من التحكيم ممكن نستعين بينها من حكام شمال افريقيا او هم يستعينوا بحكام مصريين. تجربة ولازم ما نقدرش نحكم عليها غير لما تطبق في أكثر من مباراة. صحيح. نقدر نعرف هل التجربة دي نجحت ولا لا. صحيح. طيب بعيدا بقى عن الكوارث التحكيميه اللي طبعا كلنا شفناها مش بس في لقاء النادي الاهلي لكن في لقاءات تانية كتير في الدوري المصري الممتاز، عايز اسالك برضو عن ابرز الظواهر اللي شفتها او تابعتها من خلال الموسم الحالي. يمكن الموسم الحالي من أهم ظاهرة فيه إن مفيش فريق صغير وفريق كبير، على الرغم من التفاوت في جدول الدوري، لكن أعتقد إن في فرق ظهرت بشكل كويس، كانت مفاجأة الموسم ده، عملت نتائج كبيرة، وفي فرق كبيرة برضه ما ظهرتش بنفس المستوى اللي هي بتظهر بيه كل سنة، شفنا فريق النجوم، فريق جونة عاملين نتائج كويسة الموسم جداً. ده بشكل كبير في الدوري الممتاز. يمكن الاسماعيلي بعيد شويه الموسم ده، النادي الاهلي عنده مباريات كتير مؤجله ما نقدرش نحكم غير لما يعني زي ما الجهاز الفني الاهلي اصر ان الفرق اللعيبه لازم تكسب كل المباريات في الدوري اللي جايه والمباريات المؤجله عشان يعتلي القمه بدري ويبقى هو متربع على عرش المسابقه بشكل مريح قبل بدايه الدور الثاني. صحيح. طيب بعيدا بقى عن الدوري المصري ممتاز نروح للقاءات منتخبنا الوطني الاول في امم افريقيا 2019 واللقاء القادم ان شاء الله قصاد سوازيلاند. شفت ازاي قائمه منتخبنا الوطني الاول؟ طبعا ما زادش عليها غير بس احمد علي لاعب المولين العرب وحارس مرمى سموحه محمد ابو جبل.
أنا شايف في النهاية أعتقد إن كان في لعيبة في النادي الأهلي تستحق إن هي تكون موجودة طبعاً. وليد سليمان يعني مصر كلها بتتكلم إزاي ما بقاش في المنتخب في الفترة دي. وأحمد فتحي طبعاً، يمكن وليد كمان بشكل أكبر عامل دور كبير جداً مع النادي الأهلي. جداً. مستوى رائع في كل المباريات اللي لعب لحد دلوقتي، في الأسيستات، في الأهداف اللي بيجيبها. طب أنا لو سألتك من وجهة نظرك وليد سليمان فاضل له إيه أو ناقصه إيه عشان ينضم للمنتخب؟ أعتقد إن وليد سليمان مش ناقصه حاجة. انا يعني شايف ان وليد سليمان لازم يكون على راس قائمه المنتخب في الفتره اللي جايه، يعني لاعب مهم جدا في النادي الاهلي، هو اللي بيقدر يقود الفريق لتحقيق الانتصارات في عديد من المباريات. لازم يكون على راس قائمه في الفتره الحاليه. شايف مثلا الحجه ممكن تكون ان احنا بننزل بمعدل اعمار لعيبه منتخبنا الوطني الاول عشان المنافسه في 2022، بس حتى لو قلنا كده، طب ما احمد علي برده هو فوق ال 30. هو يعني بس يعني وعلى فكره ان هو كبير في السن دي، يعني قصاد اللي بيعمله او اللي بيقدمه في الموسم، يعني هيبقى مجرد رقم. السن مجرد رقم في الحاله دي. بالعكس، هو السن مش مؤثر بشكل كبير، اهم حاجه عطاء اللاعب في الملعب. يعني مش مهم، ممكن لعيب يكون معدي ال 30 بكتير، لكن هو بيلعب زي الشاب في ال 20. صحيح. كمان يعني عنصر الخبره مهم جدا، لازم يكون موجود في المنتخب. يعني ما ينفعش برضو اخذ القائمه كلها ناس اول مره تلعب في المنتخب، اكيد في مباريات كبيره. يمكن احنا لحد دلوقتي ما لعبناش فرق كبيره قويه لحد ما في المنتخب، فما نقدرش، مش عارفين نحكم على الاختيارات اللي اختاروها، لان فينا احنا لعبنا النيجر مش الفريق القوي اللي احنا نقدر نحكم على المنتخب. صحيح. بمستوى اللعيبه اللي فيه، لازم يكون المنتخب بيجمع بين الخبره والشباب، لازم يكون في لعيبه خبره في المنتخب، سواء في السن او كانوا شاركوا في المنتخب قبل كده، هم اللي يقودوا اللعيبه وهم اللي يبصوا فيهم الروح المعنويه وياخدوهم في الملعب ويقدروا يحققوا الانتصارات. بشكل عام تقييمك ايه لاجاري ولجهاز المعيمين؟ اكيد لسه احنا ما نقدرش نقيمه في الفتره الحاليه، هو لسه لعب مباراه واحده رسميه. يمكن اختياراته هي اللي عليها بعض علامات الاستفهام، ولكن يمكن الفوز الاخير على النيجر خلى الناس ما تكلمتش على الاختيار بشكل كبير. يعني في النهايه منتخب مصر حقق الفوز في المباراه. صحيح. لكن لسه في مباريات، وبرضه ماتش سوازيلاند مش هي الفريق القوي اللي احنا نقدر نحكم عليه. اكيد اكيد لسه قدامنا مشوار طويل في التصفيات ومباريات كتيره، اكيد الفتره اللي جايه هنقدر نحكم بشكل قوي على الجهاز الفني المنتخب. صحيح. طيب توقعاتك ايه للقاء القادم لمنتخبنا الوطني الاول وسط سوازيلاند؟ اكيد مباراه سهله، ممكن نفوز يعني مصر بنتيجه كبيره زي مباراه النيجر. المفروض ان احنا نحقق انتصار بنتيجه كبيره، يفرق معنويا كمان مع لعيبه المنتخب قبل المباريات التونس الاخيره. لازم نركز بشكل قوي ان احنا نظهر باداء كويس، وان احنا في نفس الوقت نحرز اهداف كتيره. حتى اللعيبه اللي زي ما احنا قلنا ما عندهمش خبره كبيره في المنتخب، في المباريات السهله دي يقدروا ياخدوا خبره كبيره، في سواء اداء قوي وتحقيق انتصار كويس ان شاء الله. اكيد. نرجع مره ثانيه للنادي الاهلي واللقاء القادم ان شاء الله في دوري ابطال افريقيا، اللقاء القادم في ذهاب نص او في اياب نص نهائي دوري ابطال افريقيا. شايف اللقاء ده هيكون عامل ازاي؟ اكيد يمكن النادي الاهلي حقق هنا انتصار بهدفين في مباراه الذهاب في القاهره. اعتقد مباراه العوده برضو مش هتكون سهله، لسه في 90 دقيقه في مباراه كامله ممكن يحصل فيها اي حاجه. اعتقد المباراه مش هتكون سهله، النادي الاهلي لازم على الاقل في بدايه المباراه اول ربع ساعه يكون محافظ ومقفل بشكل جيد، ما يجيش فيه اهداف بدري، ولكن في النهايه الاهلي قادر انه يتاهل للمباراه النهائيه ان شاء الله لدوري ابطال افريقيا. زي ما قلت يمكن صعوبة المباراة في الجزائر الأجواء الجماهيرية واللعب هناك بيبقى صعب شوية، كمان النجيل الصناعي أكيد هتأثر بشكل كبير على لعيبة النادي الأهلي، ولكن برضو احنا زي ما قلنا الأهلي عنده خبرات كبيرة، لعيبة شاركت في أفريقيا على مدار السنوات اللي فاتت، لعبت في ملاعب طبيعي وملاعب صناعي. أكيد النادي الأهلي هيقدر إن شاء الله يحقق هناك على الأقل ما يخسرش ويتأهل للمباراة النهائية إن شاء الله. أكيد طبعًا. طب لو سألتك برضو على تقييمك لوفاق سطيف، شفته إزاي قصاد النادي الأهلي في لقاء الذهاب؟ يمكن فريق وفاق سطيف من الفرق الجيدة جدًا، بيلعب بشكل تكتيكي عالي، يمكن في مباراة الذهاب هنا قدر النادي الأهلي يحرز هدفين في الشوط الأول، يمكن هو ده اللي موت المباراة، قدرنا إن إحنا نقضي عليهم. شفنا إن إحنا في الشوط الثاني فريق وفاق سطيف لما النادي الأهلي قل شوية بدنيًا كان مسيطر بشكل كبير وهاجم النادي الاهلي وشكل خطوره كبيره على مرمى النادي الاهلي.
لكن اعتقد ان هيكون لعبه بشكل مختلف في مباراه العوده. اكيد على ارضه هيهاجم من بدايه المباراه زي ما قلت. المهم في النادي الاهلي ان نقدر ندافع بشكل كويس وما يجيش في النادي الاهلي اهداف في بدايه المباراه عشان نقدر نتاهل للمباراه النهائيه. صحيح. طيب قبل ما نرجع نتكلم عن النادي الاهلي وعن لقائه القادم في دوري ابطال افريقيا، تعالى الاول نروح لمراسلنا فاروق صلاح من مباراه فريق شباب النادي الاهلي 97 قصاد الانتاج الحربي، المباراه اللي انتهت بنتيجه 4-1 لصالح النادي الاهلي او لفريق شباب النادي الاهلي 97. مساء الخير عليك يا فاروق. مساء النور الزميله شيماء، تحياتي لحضرتك ولكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. عايزين نعرف منك تفاصيل اكتر عن لقاء النهارده، لقاء النادي الاهلي مواليد 97 فريق الشباب مع الانتاج الحربي، اللقاء اللي انتهى زي ما قلنا بنتيجه 4 أهداف لصالح النادي الاهلي. هي المباراه كانت ضمن فعاليات الاسبوع السادس لبطوله الجمهوريه للشباب مواليد 97. النادي الاهلي قدر ان هو في الشوط الاولاني في اول نص ساعه يحرز هدفين، والهدفين من ركلات ثابته عن طريق الركله الركنيه. في جمل فنيه عملها الكابتن عادل عبد الرحمن نفذها النهارده باتقان لاعبي النادي الاهلي. ثم فريق الهدفين احرزهم النادي الاهلي كان على طريق اللاعب محمد عبد المنعم واللاعب مصطفى عزت. ثم في الشوط الثاني في بدايته بدا فريق الانتاج الحربي ان هو ياخد المبادره الهجوميه ويضغط النادي الاهلي شويه، قدر يحرز هدف وبدا تدريجيا ان هو يطمع في احراز هدف التعادل، لكن لعيبه النادي الاهلي كانوا يعني ما شاء الله في الشوط الثاني الكابتن عادل قدر ان هو يعمل تبديل للنادي الاهلي فوق لعيبه الاهلي شويه، قدر النادي الاهلي يحرز الهدف الثالث عن طريق مصطفى البدري، ثم الهدف الرابع علشان النادي الاهلي يرفع رصيده للنقطه رقم 13 بيواصل صدارته لدوري الجمهوريه للشباب، وايضا النادي الاهلي بيرفع رصيده للهدف رقم 17 كاقوى خط هجوم و13 نقطه كالفريق الوحيد الذي لم يهزم حتى الان والفريق الوحيد اللي قدر. امتى اللقاء القادم؟ لا حاليا الفريق هياخد فتره توقف لمده 10 ايام لانضمام اللاعبين للمنتخب الاولمبي ومشاركه المنتخب الاولمبي. النهارده الشيء اللافت للنظر زميله شيماء ان النادي الاهلي عنده تعدد في المحاور الهجوميه، يعني قدر النادي الاهلي يحرز اهداف من كرات ثابته، قدر يحرز اهداف عن طريق. ممكن تقولي مين النهارده احرز الاهداف الاربع اهداف للنادي الاهلي؟ الهدف الاول احرزه اللاعب محمد عبد المنعم. وانا هقول لحضرتك اسم اللاعب بالمواليد لان فريق 97 عندنا في النادي الاهلي بيضم لعيبه من 2001 ولعيبه من 99 ولعيبه من 2000. محمد عبد المنعم وده مدافع من المدافعين اللي هتشوفه في الفريق الاول مواليد 99. لا مدافع بتقول مدافع مدافع محمد عبد المنعم من ضربه راس من ركله ركنيه. الهدف الثاني احرزه اللاعب مصطفى عزت من ركله ركنيه ايضا. ثم الهدف الثالث احرزه اللاعب مصطفى البدري، ومصطفى البدري واحد من اللعيبه المميزه في النادي الاهلي النهارده كان لافت للنظر. ثم الهدف الاخير احرزه اللاعب احمد خالد كارلوس من تصويبه من خارج منطقه 18. تالق بشده في اللقاء النهارده مصطفى البدري، وتالق محمد نصير، وتالق مصطفى شوبير اللي كان يعني شاف اكثر من كره مميزه النهارده ووصل اداؤه الجيد مع فريق الشباب النادي الاهلي. صحيح. طب لو سالتك يا فاروق عن مين اللي انت شايفه ليه مستقبل كبير مع النادي الاهلي او ممكن نشوفه قريب ان شاء الله يصعد للفريق الاول؟ زميل الشيما خليني اقول لحضرتك نقطه مهمه جدا، هو الكابتن عادل عبد الرحمن هذا الموسم غير ثقافه اللاعبين من انك في ناشئ صحيح ناشئين لانك اللعيب على الطريق للفريق الاول. فعندنا مصطفى شوبير حارس مرمى واحمد طارق السلماني الاثنين هيكونوا حراس مرمى للنادي الاهلي الفتره القريبه. في عربي بدر ده اصغر لاعب بيكون في ارض الملعب. عربي ده مواليد 2001 وبيلعب مع مرحله سنيه اكبر منه بثلاث سنين. صحيح. عربي لاعب خط وسط، عندنا محمد عبد المنعم مدافع كويس، عندنا احمد حاتم الظهير الايسر، عندنا كريم يحيى الظهير الايمن، النهارده مصطفى البدري لعب لقاء من افضل اللقاءات، لعب محمد نصير، يوسف علاء، مصطفى عزت ومصطفى عزت واللاعب هشام شعبان. لا الكابتن عادل عبد الرحمن وفكره ان هو بيعمل فريق امل للنادي الاهلي ان لا يقل عن 6-7 لاعبين من فريق شباب النادي الاهلي هيكونوا موجودين في فريق النادي الاهلي. وفي نقطه مهمه جدا ايضا، النهارده الفرق اللي بتيجي تلعب النادي الاهلي حضرتك زي ما حضرتك عارفه ان فرق الجمهوريه
كل فريق بيحق ليه ان هو يشارك ثلاث لاعبين من الفريق الاول. النهارده نادي الانتاج الحربي بيلعب محمد مسعد وبيلعب محمد ماجد قنوش وبيلعب لاعب محمود عادل، ثلاث لاعبين من الفريق الاول. النادي الاهلي النهارده ما بيستعينش باي لاعب من الفريق الاول، وعنده لعيبه موجودين في الفريق الاول اصلا ملحق، ده عنده اربع بطولات، هو ملحق يعرف يلعب هنا. بقى دي حاله الاتصال اللي بتبقى ما بين الكابتن عادل والجهاز الفني النادي الاهلي، ان هو يجهز لاعبين هنشوفهم ان شاء الله في الفتره القادمه. حضرتك عارف ضغط المباريات وضغط البطولات في النادي الاهلي، بطوله عربيه وبطوله افريقيه، وانا سامع حضرتك بتتكلم ان شاء الله على ماتش وفاق الصيف. ان شاء الله ربنا يكلل بالانتصار، وعايزين نطمن يا رب ان شاء الله ومن خلال جمهور النادي الاهلي ان يقتنع ان النادي الاهلي بخير، ومستقبل النادي الاهلي بخير بابنائه وبنجوم قطاع الناشئين في النادي الاهلي. صحيح جيب. ونتمنى باذن الله ان احنا نشوف نجوم تصعد للفريق الاول تعوض طبعا الفراغات اللي احنا محتاجينها، وما نبقاش محتاجين ابدا ان احنا نعمل صفقات خارجيه، تبقى عندنا مصنع للنجوم ان شاء الله يطلع من ناشئين ومن فرق شباب النادي الاهلي. بشكرك جدا فاروق صلاح مراسل قناه النادي الاهلي من لقاء النادي الاهلي والانتاج الحربي لفريق الشباب مواليد 97، اللقاء اللي انتهى لصالح النادي الاهلي باربع اهداف لهدف واحد. واضح ان فريق الشباب ده يعني ما بيكسبش غير بالاربعه وبالخمسه. لا ما شاء الله النادي الاهلي عنده قاعده ناشئين قويه جدا في الموسم ده، عاملين نتائج هايله. طبعا قوام المنتخبات سواء الشباب او الناشئين او الاولمبي بيعتمد في الاساس على ابناء النادي الاهلي، بيظهروا بمستوى مميز في كل البطولات. ان شاء الله الفتره اللي جايه النادي الاهلي يقدر انه زي ما حضرتك قلتي صحيح ان يعتمد على ابنائه من قطاع الناشئين، ويبقى الانتدابات والصفقات. كان لنا لقاء عبر الهاتف مع كابتن عادل عبد الرحمن، اتكلم فيه قد ايه هو بيشتغل على خطه موازيه لخطه كارتيرون عشان يقدر ان هو يصعد عدد كبير جدا من فرق الناشئين وفرق الشباب للفريق الاول عندنا في النادي الاهلي، عشان يقدر يسد اي عجز وما نبقاش محتاجين لصفقات من بره. بالظبط، واحنا بنشوف فكمان في الفترات اللي بقى فيه اصابات كتير او بعض غيابات اللاعبين في المنتخبات، انضمام المنتخبات، الفريق الاول بيصعد مجموعه من اللاعبين الشباب والناشئين يتدربوا مع الفريق الاول. ده طبعا شيء كويس جدا عشان يكتسبوا خبرات مع لاعبي الفريق الاول، وبياخدوا زي ما قلت بياخدوا خبره، وفي نفس الوقت بيحاولوا يندمجوا مع الفريق الاول ويعوضوا الغيابات دي. اكيد ده شيء مهم جدا في الفتره اللي جايه. النادي الاهلي يعتمد على ابنائه من قطاع الناشئين. صحيح. طيب من امبارح للنهارده حطينا سؤال على السوشيال ميديا، سالنا فيه جمهور النادي الاهلي برايك هل تؤثر الغيابات على النادي الاهلي في المباراه، مباراه غد ان شاء الله قصاد الاتحاد السكندري في الدوري المصري. تعالى سريعا كده نشوف الجمهور قال لنا ايه. من على الفيسبوك محمد عبد الرحمن قال لنا الغيابات لن تؤثر وباذن الله الفوز للنادي الاهلي. عماد لطفي بيقول الاهلي بمن حضر، الاهلي فوق الجميع. اسامه قال الغيابات مش هتاثر على النادي الاهلي ضد الاتحاد السكندري، الاهلي بمن حضر وان شاء الله هنكسب. غدا العقيلي بتقول ان شاء الله ما تاثرش والاهلي بمن حضر وكل لعبتنا نجوم وعلى قدر كبير من المسؤوليه والجديه والالتزام. احمد كمان بيقول اكيد الاهلي هيتاثر بسبب العناصر الاساسيه، بس ان شاء الله البديل هيكون قدها، والبديل في الاهلي اساسي في فريق تاني. عادل خطاب بيقول لا طبعا الاهلي ما بيتاثرش وما بيقفش على حد، وان شاء الله الاهلي هيكسب 3-0. عبد الحميد عطله بيقول لن تؤثر الغيابات على الاهلي، الاهلي بمن حضر وان شاء الله فوز الاهلي غدا. رضا يوسف بيقول الاهلي بمن حاضر. فوزي احمد بيقول لن تؤثر على اداء الفريق وهنكسب 2-0. اسراء عاطف بتقول ان شاء الله مش هتاثر والاهلي بمن حاضر. كمان لتويتر، تويتر هيما بيقول مش كلها بس لان الاهلي ما بيقفش على حد وربنا يوفقنا ونكسب الاتحاد الدوري اهلاوي. احمد اسماعيل بيقول ان شاء الله ما فيش تاثير على الفريق والفوز للاهلي والاهلي بمن حضر ولعيبه الاهلي كلهم رجاله كالعاده. احمد علي بيقول سوف تؤثر اكيد بس مش بشكل كبير. دعاء الخضيري بتقول لا عمر ما الغيابات هتاثر في فريق صخره بحجم النادي الاهلي لان الاهلي بمن حضر. سيد مرسي بيقول ان شاء الله ما يتاثرش، الاهلي معودنا ان الغيابات ما بتاثرش فيه. حمدي حمزه بيقول الاهلي بمن حضر لعبتنا كلها رجاله، وتحيه خاصه ليك يا شيم، بشكرك جدا يا حمدي كلك ذوق. فيفي بتقول ان شاء الله يفوز الاهلي 3-0 بمن حضر. رضوى بتقول طبعا لا الاهلي بمن حضر اهلاوي. وافتخر بيقول اعظم نادي في الكون لا يتاثر بغيابات الاهلي
فوق الجميع محمود عبد يعني عادل الديب بيقول الأهلي بمن حضر والأهلي فوق الجميع. طبعا دي اراء جمهور النادي الاهلي. طبعا جمهور النادي الاهلي عنده ثقه كبيره جدا في فريقه وشايف ان الاهلي بمن حضر برغم طبعا كل الغيابات المؤثره اللي موجوده في صفوفه. اكيد طبعا احنا زي ما قلت لحضرتك احنا شفنا النادي الاهلي على الرغم من الغيابات بتبقى كبيره في صفوفه وظروف مشاركته في اكثر من بطوله في وقت واحد، ولكن في النهايه بيحقق الانتصار وبيحقق الفوز في كل البطولات في كل المباريات اللي بيشارك فيها وبينافس بقوه على كل البطولات اللي بيشارك فيها. زي ما قلت مباراه بكره مش هتكون سهله على النادي الاهلي، ولكن اللعيبه المتواجدين اللي هيعوضوا ان شاء الله يعوضوا غيابات زملائهم ويقدم مباراه قويه ويحقق الفوز بكره ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. طب اخيرا بقى هنرجع لدوري ابطال افريقيا ولقاء النادي الاهلي القادم قصاده فاق سطيف في اياب نص نهائي دوري ابطال افريقيا. غياب علي معلول هياثر ازاي على اللقاء؟ يمكن للاسف علي معلوم لعيبه المؤثرين جدا في النادي الاهلي، لاعب اساسي بيلعب مع منتخب تونس بيلعب مع النادي الاهلي. اعتقد ان وجود ايمن اشرف في النادي الاهلي هيعوض بشكل كبير غياب علي معلول. هو كان شارك برضه في فتره في نفس هذا المركز اساس مركزه الاساسي انه يلعب الظهير الايسر، بيشارك في على مركز المساك في حاله يعني غياب وجود غيابات. هيرجع لمركزه الاساسي اللي بيلعب فيه. اعتقد ان ايمن اشرف قادر على تعويض غياب علي معلول في المباراه اللي جايه. يمكن زي ما قلت لحضرتك البديل بيكون على نفس مستوى اللاعب الاساسي في النادي الاهلي. صحيح. ونتمنى ان شاء الله ان الاهلي يحقق نتيجه ايجابيه في الجزائر وتاهل المباراه النهائيه ان شاء الله وحظ الله. ان شاء الله باذن الله. طيب في لقاء اخر لقاء الترجي واول اغسطس، توقعاتك ايه للقاء ده؟ يمكن احنا شفنا المباراة الذهاب كان اول اغسطس كان ضغط طوال المباراة وكان في بعض الهجمات المرتدة للترجي. المباراة انتهت بفوز اول اغسطس بهدف نظيف. اعتقد ان نادي الترجي فريق كبير يقدر في مباراة العودة في تونس يعوض الهدف ده، لان هي النتيجة 1-0 يعني 2-0 يتأهل للمباراة النهائية. برأيك بقى مين هيكون او مين هيكونوا طرفين اللقاء النهائي؟ متهيألي النادي الاهلي ونادي الترجي هم المرشحين لتأهل المباراه النهائيه، وهيبقى كلاسيكو شمال افريقيا بقى بين الاهلي والترجي. متعودين في السنوات الاخيره تبقى من اقوى المباريات الاهلي والترجي. يمكن العوده لو مشي يتأهل الترجي والاهلي النهائي يبقى العوده في استاد رادس، ويمكن النادي الاهلي وشه حلو الملعب رادس بيبقى وشه حلو على النادي الاهلي حقيقي ان شاء الله اللقب من هناك ان شاء الله. استاذ محمد الدردير الناقد الرياضي في وكاله انباء الشرق الاوسط نورتنا النهارده في كلام في الهند. شكرا جزيلا لحضرتك. بشكرك جدا على وجودك معانا. شكرا على حسن المتابعه. اشوفكم بكره ان شاء الله حلقه جديده من كلام في الميديا الساعه 5 مساء، ويوم سعيد عليكم باذن الله.